أهلا بكم في فيديو غسل اليدين. المهم غسل اليدين بطريقة صحيحة لحماية عائلتنا. في المرحلة الأولى اغسلوا يديكم بالماء والصابون. في المرحلة الثانية افركوا اليدين لمدة 20 ثانية، وتذكروا غسل جميع أطراف اليدين من الطرف الخارجي، بين الأصابع، على أطراف الأصابع، تحت الأظافر، على المعصمين والأبهام. وفي المرحلة الثالثة شطفوا ونشفوا يديكم بالمناشف الورقية أو مجفف الهواء. في حال لستم مؤكدين من نظافة المكان، يمكنكم استعمال المناشف الورقية لفتح الباب. في البيت يمكنكم استعمال المناشف لتنشيف اليدين. وإذا ليس لديكم ماء وصابون، يمكنكم استعمال مطهر اليدين الذي يحتوي 60% من الكحول على الأقل. وإذا لديكم أسئلة، اتصلوا بالـ www.sfdph.org.